إذن فضيلة، هو شلل تام بمدينة عقارب التابعة لولاية صفاقس عاصمة الجنوب التونسي، فالمؤسسات العمومية وكذلك في القطاع الخاص والمرافق العمومية قد توقفت عن العمل، المقاهي والمحلات كذلك قد أغلقت اليوم في إضراب عام، كذلك هناك وقفة احتجاجية للأعيان الصحية في مستشفى الجهة والذي كان في قلب المواجهات والاشتباكات التي حدثت أمس، وبالتالي فهناك توتر كبير في المنطقة، وكل ذلك نظرا للاشتباكات التي جاءت أمس وكذلك الاشتباكات التي تم شنها اليوم بين قوات الأمن وكذلك المحتجين، إذ اقتحم محتجون مركز الحرس الوطني بالمدينة، وبالتالي فقد اضطرت الوحدات الوطنية التي كانت موجودة هناك إلى الانسحاب. كل هذه الاشتباكات هي بسبب قرار وزارة البيئة بشأن إغلاق مكب النفايات أو إعادة فتح مكب النفايات بمصب الجرنة بعقارب. هذا المكب كان قد شكل أو أثار جدلا كبيرا خلال الأشهر الماضية وكذلك السنوات السابقة، فخلال تلك الأثناء كانت هناك مجموعة من المشاكل الصحية والبيئية التي يعاني منها المواطنون بسبب تراكم النفايات هناك وكذلك انتشار البعوض وبعض الأمراض بسبب التلوث. بعد ذلك كان قد أصدر قضاء أو أمر قضائي بإغلاق ذلك المكب، إلا أن وزارة البيئة فتحته من جديد، ونعلم أنه بسبب إغلاق ذلك المكب كانت النفايات والقمامة قد تراكمت في مناطق عدة بمدينة صفاقس، مما أدى إلى احتجاجات كبيرة في الأسابيع الماضية. وأمس رئيس البلاد قيس سعيد قد اجتمع مع الحكومة، رئيسة الحكومة وكذلك مع وزير الداخلية للنظر في هذا الوضع، وقد أمر بتدخل فوري. وإثر جميع هذه التطورات هناك الآن الكثير من المنظمات في تونس التي تطالب بإنارة المواطنين بشأن الاستراتيجية الجديدة المتبعة لاحتواء النفايات في صفاقس. شكرا لك ابتسام حجاج في تونس.